هذا الباثولوجي البارت الثاني مال الستومك كرونيك غاسترايتس. خلصنا الاكوت غاسترايتس نجي للستومك للكرونيك غاسترايتس. السيمتوم اسوشيتد وذ كرونيك غاسترايتس تيبيكالي ليس سيفير ريليتيف تو اكوت غاسترايتس بس مور بيرسيستنت. يا بس السيمتوم اللي تحصل هنا يعني الابيجاستريك بين الهيماتوميسيز الهذن اللي اخذناها السيمتوم اللي تحصل النوجا فوميتنج هذن كلهن راح يصيرن ليس سيفير يعني مو سيفير وكذلك يصيرن بيرسيستنت يعني طولا تمام معروفه لان هي كرونيك. يقول لك nausea and upper abdominal pain are typical sometime with a vomiting but hematemesis is in common. بس هذن اللي موجودات شو يكونن؟ يكونن يعني مو بالسيفيريتي مال الاكيوت كرونيك غاسترايتس. يعني خلينا نجي نعرف الكرونيك غاسترايتس شو يصير بي. هو اصلا من الغاسترايتس خلينا نطلع نقاط يعني شو اشوف شعره في الفيتشرز مال كرونيك غاسترايتس. هو ايتس اذن انفلاميشن. اما انفلاميشن يكون اكيوت فالجبي شنو هو كرونيك غاسترايتس. بس ليش قلت اكيوت هو اسمه كرونيك غاسترايتس؟ ليش قلت الانفلاميشن يكون اكيوت؟ لان مرات الانفلاميشن بمرحله الاكرونيك يصير اكيوت انفلاميشن بمكان بصفه فراح تلقى نيوتروفيل تمام. هو كرونيك غاسترايتس فالجا لينفوسايت اكو بلازما سيل كرونيك غاسترايتس زين تمام تمام. هو كرونيك غاسترايتس اكيد لازم اكو ابيثيليال دامج بالميوكوزا مال الانتستين مال الاستومك تمام مال الغاسترايتس. ابيثيليال دامج راح يحصل وانكريز اوف نيوكلياي. ليش يابا يزيد النيوكلياي؟ لان يقول لك هاي نتيجه الدامج الكرونيك راح يصير ريجنريتيف ريجنريشن انكريز بالنيوكلياي راح يحصل اوكي ويصير ديستورشن بالفوفيولي اند جلاند. الفوفيولي هاي اللي هي الكريبت يصحولها الفوفيولي اللي هي الكريبت البيتنج بالستومك والجلاند اللي موجوده بيها اللي تفرز تفرز الميوكاس وتفرز الميوسين اللي موجود بالجاسترك اوكي. هذا ايش راح يصير بيه؟ راح يصير ديستورشن. ليش؟ لان ابيثيليال دامج اوكي بالفوفيولي اند الجلاند تمام تمام. الميوكوزال انفلتريشن عرفناها الليمفوسايت بلازما سيل لان كرونيك واكتيف بروسيس نيوتروفيل عرفنا ايش النيوتروفيل موجود وذكرنا الغاسترايتس الايتس انه اكو لازم انفلتريشن وعرفنا بالانفلاميشن يصير ابيثيليال دامج. بالابيثيليال دامج راح اشوف ديستورشن بالفوفيولي اند الجلاند وانكريز النمبر اوف النيوكلياي تمام. يعني النيوكلياي شوفها كبيره بالحجم بالخلايا اللي موجوده هنا اذا اكو صوره واضحه نيوكلياي تكون كبيره بالخلايا اللي موجوده بيها بالخلايا مال الميوكوزا اوكي. لان اكو كرونيك انفلاميشن كرونيك انريتيشن كرونيك ريجنريتيف تمام تمام. الشغله الثالثه راح اشوف هو الانفلاميشن مثل ما تعودنا وعرفنا انه الانفلاميشن يمر بمراحل انفلاميشن بكرونيك غاسترايتس. اما يصير بالانفلاميشن كومبنسيتوري تذكرون كومبنسيتوري ميكانيزم اللي يصير بالانفلاميشن اما اتروفي اما ميتابليجيا اما شنو اما ريجنريتيف مو هيك لولا اما اتروفي اما ميتابلاستيك تشينج اما ريجنريتيف اللي يصير بالانفلاميشن. انه خلينا نجي للاتروفي مثلا اتروفي بالميوكوزا. يقول لك هنا نتيجه الكرونيك انفلاميشن راح يصير اتروفي بالميوكوزا والتشيف والبارايتال سيل التشيف سيل اللي مسؤوله عن افراز البيبسينوجين اللي راح يتحول باليومن مال الجاستريك مال الاستومك الى بيبسين بيبسين اللي يساعد بهضمه الشزمه بروتين اذا تذكرون. اما البارايتال سيل تعطيني الاتش سي ال وتعطيني الانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور اللي هو ضروري لامتصاص الفيتامين بي 12 تمام. ترانسيك فاكتور ضروري لامتصاص الفيتامين بي 12 ينفرز من البارايتال سيل والاتش سي ال همتين ينفرز من البارايتال سيل. الاتش سي ال عرفنا شنو وظيفته. الانترنسيك فاكتور راح يرتبط مع البي 12 ويوديه للإيليوم على مود يمتصون يمتص البي 12. بدون البارايتال بدون الانترنسيك فاكتور البي 12 شنو ديفيشنسي راح يصير بالدم. وتذكر هالمعلومه هسه راح اذكرك بيها. المهم يقول لك راح يصير اتروفي نتيجه كرونيك انفلاميشن التشيف والبرايتال سيل راح يصير بها لوز او اتروفي وراح ريبليسمنت باي انتستاينال تايب ابيثيليال سيل كولومينر. ليش شاب هذا يصير ريبليسمنت؟ لان هذا كرونيك انفلاميشن فككومبنسيشن يصير ريبليسمنت الانتستاينال على مود تقاوم على مود تقاوم الكرونيك انفلاميشن اللي موجود فتتحول الى انتستاينال تايب ابيثيليال سيل اوكي اوكي. هسه الاتروفي عرفنا اللي يصير بالكرونيك غاسترايتس. اكو بعد شغله اسمها ميتابليجيا كهمات كومبنسيتوري بمن يصير
يصير بالجاستريك ميوكوزا. شو يصير؟ يصير انتستاينال ميتابليجيا. يعني شنو انتستاينال ميتابليجيا؟ يعني خلايا الاستومك راح تتحول الى خلايا خلايا مو كل الاستومك بس المناطق المتعرضه للكرونيك انفلاميشن راح تحول الى خلايا مال انتستاينال. مثل من مثلا الجوبل سيل اللي موجوده بالانتستين راح تلقاها موجوده بالميوكوزا. مثلا مايكروفيلاي احنا سامعين بس بالانتستين راح تلقاها بالميوكوزا مال الجاستريك. البانس سيل هاي البانس سيل اللي موجوده بالانتستين اللي وظيفتها اميونيتي. شنو يعني اميونيتي؟ يعني الباثوجينز ما باثوجينز راح تفرز عليها المواد لايزوزايم مو لايزوزايم تقتلها. هو هاي البانس سيل اللي موجوده بالانتستين راح القاها موجوده بالجاستريك. لا بانس سيل وين موجوده؟ بالجاستريك ميوكوزا. زين بالله برايك بانس سيل موجوده بالجاستريك ميوكوزا اللي هي متعرضه للكرونيك انفلاميشن. يعني جزء من الميوكوزا متعرض للكرونيك انفلاميشن راح القى بانس سيل القى الجوبل سيل والقى مايكروفيلاي. زين برايك هذا البانس سيل اللي هي تفرز اللايزوزايم على متكتر البكتيريا اذا اكو مثلا هنا منطقه صار بيها ميتابلاستيك تشينج وموجود البانس سيل راح اقدر اشوف بكتيريا مثلا اذا اكو اتش بايلوري مسببت لي؟ لا. ليش؟ لان اللايزوزايم مال البانس سيل شنو تقتل البكتيريا. فهسه بالشرح راح اقول لك انه يابا مميزات هاي بالمايكرو انه بالمكان اللي صاير بيه ميتابلاستيك تشينج ما راح اشوف الاتش بايلوري. ليش؟ لان البانس سيل باللايزوزايم كتلتها اوكي بس اشوف الميتابلاستيك انه هذا انديكيت ميتابلاستيك تشينج مال انتستاينال سيل موجوده بالجاستريك انديكيت انه اكو يابا شنو انه اكو انفلاميشن كرونيك انفلاميشن واقول شخص انه هذا كرونيك جاسترايتس. المهم التغيير الاخير اللي يصير ريجينيريتيف تشينج. يعني شنو ريجينيريتيف تشينج؟ نتيجه الكرونيك انفلاميشن يصير جينيريشن وريجينيريشن بالسيلز. فنتيجه هذا الريجينيريشن الكرونيك راح يعطيني فوفيولا هايبربليجيا. فوفيولا قلنا الكريبت هذني. شوفوا شلون صايرات هايبربليجيا هذني الكريبتات. شوفوا شلون صايرات هايبربليجيا. فيعطيني فوفيولا هايبربليجيا وانكريز بالمايوفايبروبلاست والكابيلاريز. الكابيلاريز على مود شنو؟ على مود الريجينيريتيف تشينج. يعني كرونيك انفلاميشن كرونيك اريتيشن كرونيك ريجينيريشن بالميوكوزا لازم اكو بلاد. وكذلك المايوفايبروبلاست يعني كولاجين وفايبروسيس اللي يحصل بالكرونيك انفلاميشن. والفوفيولا هايبربليجيا تحصل ليش؟ لان قلت لك اكو كرونيك ريجينيريشن. عرفنا شنو هاي فوفيولا؟ هاي الفوفيولا. زين نيجي الاتش بايلوري اسوشيتد كرونيك برونكايتيس. ذا كرونين قلنا الكرونيك برونكايتيس بي تايب بي وتايب اي. تايب بي ابو الاتش بايلوري وتايب اي ابو الاوتو اميون. هسه نجي للنوع البي اللي هو التايب بي اللي هو ابو الاتش بايلوري كرونيك جاسترايتس. اولا خلينا نجي نحكي على الاتش بايلوري. يقول لك يا ابو الاتش بايلوري هي سبايرال ان شيب او كيرفد باسيلاي موجوده بالجاستريك بايوبسي سبيسمنت اوف الموست بيشنت وذ دودينال السر از ويل از موست انديفيدوال وذ جاستريك السر او كرونيك جاسترايتس. جاسترايتس يقول لك هو قاعد يعطيك هنت انه هاي شنو البكتيريا. بكتيريا سبايرال ان شيب تكون كيرفيد. اغلب الناس اللي عندهم جاستريك او ديودينال السر من ناخذ بايوبسي منهم راح القى هاي البكتيريا موجوده. وهسه راح اشوفك اياها بالمايكروسكوب والفيتشرز مالتها. تمام تمام. الاكيوت اتش بايلوري انفكشن doesn't produce sufficient symptom to come medical attention in most cases. يعني يقول لك بالاكيوت ما راح يكون فد شيء وسيفيريتي وها. اما بالكرونيك لا تخلي البيشنت يسك التريتمنت يعني يبحث عن ميديكال تريتمنت. اوكي اتش بايلوري اورجانيزم ار بريزنت ان ماجوريتي اوف انديفيدوال وذ كرونيك انتل جاسترايتس. نفس ما قلنا الكرونيك جاسترايتس راح اتش بايلوري القاها موجوده وخاصه تايب بي. بي يعني بي كرونيك جاسترايتس تايب بي شنو سببه؟ بايلوري اتش بايلوري. تمام تذكرون وين موجود اكثر شيء؟ موجوده بالانترام هم شرحناها بالمحاضره ذيك. اني بالاتش بايلوري اللي مسببت لي كرونيك جاسترايتس ايش راح اشوف؟ هو هذا المهمات هو اسمه باثو. فانت باثو ايش راح تشوف بعينك وايش راح تشوف بالمايكروسكوب؟ البيشنت اللي عندك كرونيك جاسترايتس شخصته من الهيستوري والسيمتوم والساين مالاته سيمتومز مال ابدومينال بين نوجا فوميتنج ما ادري شلون جيت تريد الشخصة شنو تاخذ بايوبسي تيجي تشوفها بالاندوسكوب مو تاخذ بايوبسي وتشوفها مايكروسكوب ايش راح تشوف؟ يقول لك راح تشوف جروسلي ريد ميوكوزا.
بالاتش بايلوري اللي مسويت لي كرونيك انفلاميشن بهاي المنطقه اشوف فريد ميوكوزا، ميوكوزا تكون حمراء وكورسر والكورسر تكستشر ذان نورمال، الكورسر تكستشر ذان نورمال يعني الملمس مالته راح يكون خشن مقارنه بالميوكوزا اللي بصفها. اوكي ليش؟ ان كرونيك انفلاميشن فاكيد ملمس خشن يكون، وكذلك يصير ثيكنينج بالروغال فولد. تذكرون المعده اللي بها روغي روغاي، هذا الروغي اللي مع مود يسمح لها انه تتوسع من تاكل هواي تتوسع المعده، لو ما موجوده هاي الروغي عباره عن فولدات نوع هاي الفولدات، فهاي من تتوسع واكل وتتوسع المعده لها قابليه تتوسع، فهاي راح يصير بالروغال فولد يصير ثيكنينج تمام، او يصير ثيكنينج او فلاتينج بالميوكوزا. هسه شنو هو على مود نحفظها بعينك؟ ايش راح اشوف الميوكوزا؟ راح اشوفها حمراء وراح اشوف الملمس مالتها كورسر خشن من النورمال. زين الثيكنينج وثيننج يحصل ثيكنينج ويحصل ثيننج. يحصل ثيكنينج بالروغال فولد، الروغال فولد هذا اللي موجوده بالستومك الروغي اذا تذكرون اللي موجوده بالستومك، ويحصل ثيننج اذا ثيكنينج بالروغال فولد، ويحصل ثيننج وفلاتنينج بالميوكوزا نتيجه الكرونيك في الحالات في الكيسز اللي تكون لونج تيرم ديزيز راح القى ثيننج وفلاتنينج بالميوكوزا تمام. هي بالبدايه صايره ريد، بعدين صايره التكستشر مالتها صاير شلون الخشن ملمسها خشن. الروغي اللي موجودات راح القى بها ثيكنينج، اما الميوكوزا اللونج تيرم راح القاها ثيننج وفلاتنج. اوكي اكثر مكان وين؟ بالانترم. ليش؟ انا اتش بايلوري يا تايب الاتش بايلوري تايب بي، بايلوري تايب بي، فانا اكثر شيء القى بالانترم. تذكرون التقسيمه هذيك هي اذا القى بالانترم بالتشلدرن وكذلك بالكارديا، بالانترم وبالكارديا. مايكروسكوبيكال ايش راح اشوف؟ ايش راح اشوف؟ يقول لك مايكروسكوبيكال راح اشوف السبايروكيت اورجا، هذني السبايروكيت والسبايرال ان شيب الاتش بايلوري. شوف هاي الاتش بايلوري من اصبغ بسيلفر ستين، سيلفر ستين سواء كان نوعيتين عندنا، عندنا هذا الورثن ستاري سيلفر ستين، وعندنا ستينر سيلفر ستين، هذني موجودات بالمحاضره احفظوهن. سيلفر ستين على مود اشوف السبايروكيت، هذني السبايرال شيب اتش بايلوري اللي تكون باسيلاي وموجوده بالسوبر فيجر. ميزتها هاي بالمايكروسكوب ايش راح اشوف؟ سبايروكيت. وش تكون؟ سبايرال ان شيب. وش موجوده؟ موجوده بالسوبرفيشال مال الميوكوزا. تكون انفيزيف؟ لا نون انفيزيف، ما سوى انفيجن للميوكوزا، دير بالك موجوده سوبرفيشالي، وغالبا ما تلقاها بتوين المايكروفيلاي، بتوين المايكروفيلاي هذن اللي صاير بهن الميتابليزيا، بتوين المايكروفيلاي تلقاها موجوده سوبرفيشال وما سوى انفيجن، ما سوى انفيجن هاي البكتيريا تمام. تمام خلينا نجي نشوف المايكروسكوبيكال. تقول يقول لك راح اشوف البكتيريا انا بالمايكروسكوب، خلي ببالك شغلتين راح اشوف بكتيريا وصفاتها، وشوف الخلايا المناعيه وصفاتها، بكتيريا وصفاتها والخلايا المناعيه اللي موجوده بالميوكوزا شنو صفاتها، يا نوع من الخلايا راح اشوفها تمام. البكتيريا وصفاتها شرحناهن كيرفيد سبايروكيت لايك، موجوده بالسوبرفيشال لاير مال الميوكوزا، موجوده غالبا بالمناطق اللي بالمايكروفيلاي نفس ما قلت لك. والبكتيريا تكون نون انفيزيف، بكتيريا هاي شو اسمه تكون نون انفيزيف. اوكي اما بالمناطق هاي البكتيريا بالمناطق اللي بيها انتستانا وميتابليجيا ما راح اشوفها، راح تكون قليله الاتش بايلوري. هسه هاي مو اتش بايلوري، اما المناطق اللي صاير بها ميتابليجيا، يعني شنو ميتابليجيا؟ يعني هسه شرحت المساء ميتابليجيك تشينج اللي يصير بالكرونيك غاسترايتس، يعني الجوبلت سيل تجي وتجين البانث سيل والمايكروفيلاي، المناطق اللي صار بها هاي الميتابليجيا ما اشوف بها الاورجان. ليش؟ لان البانت سيل نفس ما قلت لك طلع لايزوزايم هي اللي تقتل الخلايا ذني، فما راح اشوف الخلايا. هسه عرفنا شنو هو بالنسبه فيما يتعلق للبكتيريا مايكروسكوبيكالي، وين قاعد اشرح بالاتش بايلوري كرونيك غاسترايتس شنو ميزتها، بعيني شفت شنو ميزتها. اما بالمايكروسكوب، بالمايكروسكوب اصنف هل هي ميزه البكتيريا سولف عنها لو ميزه الخلايا المناعيه، ميزه البكتيريا سولفنا وعرفناها، اما ميزه الخلايا المناعيه ايش راح اشوف؟ انت يقول لك بالميوكوزا ايش راح اشوف؟ راح اشوف انفلاماتوري سيلز، يعني كرونيك انفلاميشن عفوا، هذا كرونيك انفلاميشن راح اشوف تي لمفوسايت كانفلاماتوري سيلز، وكذلك راح اشوف جيرمينال سنترز موجوده باللامينا بروبريا. جيرمينال سنتر شنو؟ عباره عن تجمعات من البي لمفوسايت،
هاي التجمعات من البي لنفوسايت، يعني البي لنفوسايت يصير بها ماتوريشن، يصير بها ديفرنشيشن الى بلازما سيل وميموري سيل بهاي التجمعات اللي موجوده بالميوكوزا اللي راح تتكون بيها من في حاله الكرونيك غاسترايتس اللي هي ام الاتش بايلوري. تمام راح اشوفها موجوده بمن بالميوكوزا باللامينا بروبريا، عفوا باللامينا بروبريا، كذلك بلازما سيل راح اشوفها موجوده. اذا بالنسبه للخلايا المناعيه بالكرونيك راح اشوف التي لنفوسايت، راح اشوف البي سيل على شكل جيرمينال سنتر، وراح اشوف البلازما سيل باللامينا بروبريا موجوده، هاي كخلايا مناعيه. زين هو مو كرونيك، جاب النيوتروفيل، هسه راح اقول لك انه النيوتروفيل موجوده. ليش؟ لان اكو اكتيف انفلاميشن بالميوكوزا اللي كانت نورمال دخلت باكيوت انفلاميشن نتيجه اكو كرونيك اريتيشن وكرونيك انفلاميشن. فنعيد مايكروسكوبيكالي من جهه البكتيريا ايش راح اشوف، ومن جهه الخلايا المناعيه ايش راح اشوف. من جهه البكتيريا صفاتها هذا شرحناهم، من جهه الخلايا المناعيه اشوف تي لنفوسايت، اكو تي لنفوسايت ومتدني فوليكلز مشويات من تي لنفوسايت اجريجيشن، واكو بي لنفوسايت وممثله بالجيرمينال سنتر، واكو شنو، اكو بلازما سيل اللي موجوده باللامينا بروبريا، واكو نيوتروفيل كخلايا مناعيه بالاكتيف او اكيوت روتيشن. تمام، وهذا ان سيلفر ستين، الورثين ستار ستين، والستينر سيلفر ستين، هاي الستينر سيلفر ستين على مود تبين لي السبايروكيت ويقول لك انه يابا شوفها مو انفيزيف، هاي البكتيريا مو انفيزيف، والسيلفر ستين على مود يقول لك البكتيريا مو انفيزيف، سبايروكيت صايره بالشيب مالتها وما موجوده بالمناطق، صاير بيها ميتابلاستيك تشينج. النوع الثاني اللي اسمه اوتو اميون اتروفيك غاسترايتس. اوتو اميون اتروفيك غاسترايتس شنو هذا؟ هذا عباره عن اوتو اميون، شرحناه قلنا يا تايب اي، اذا شو يحصل وياه؟ يحصل وياه اتروفي، وبعد يحصل وياه انيميا اللي سميناها بيرينيشيوس انيميا، ويحصل اكثر شيء بمناطق البادي، اما هذاك صاحبنا يحصل بالانتروم بالكارديوم او الاتش بايلوري. اوكي اوت از تيبيكالي سبيرز ذا انتروم، يعني ما يحصل بالانتروم، يحصل بالبادي، اند از اوفن اسوشييتد وذ ذا ماركت هايبر غاسترينيميا. هسه انا اقول لك ليش يحصل الغاسترين هرمون يصير عالي. تمام، اتس اكاونت، هسه راح اقول لك اتس اكاونت ليس ذان 10% من الكيسز اوف كرونيك غاسترايتس، اند هاز استيميتد بريفالنس 2% in those over 60 years age. يعني 10% من الأشخاص اللي عندهم كرونيك غاسترايتس و 2% من الأشخاص اللي عمرهم فوق 60. شو الكاركترايزد مالته مال الأوتو أميون؟ أولاً أنتيبادي راح تيجي تضرب لي البارايتال سيل اللي تعطيني HCL وانترنسيك فاكتر، وتضرب لي انترنسيك فاكتر اللي هو موجود بالبارايتال سيل. تمام إذن HCL قل نتيجة إنه أوتو أنتيبادي ضده، فايش راح يعطيني؟ راح يعطيني ديفكتيف اجاستريك اسيد سيكريشن اللي صار له اكلورو هايدريا. تمام، يعني الاتش سي ال نقصان، الاتش سي ال نقص عرفنا. نيجي بعد الانترنسيك فاكتور، اذا نقص الانترنسيك فاكتور وظيفته بيمن، هذا الانترنسيك فاكتور يجي ينفرز من الاستومك، يجي يكمش بالبي 12 وياخذه يدليل وين؟ للاليوم، من الاليوم ينفرز البي 12 يمتص وهو يصير بيك سيكريشن. فلو ما الانترنسيك فاكتور ما راح يصير ارتباط بالريسبتر ويطب البي 12 للجسم. اوكي، فالانترنسيك فاكتور راح يقل بالاوتو اميون ديزيز، فراح يقل البي 12 بالجسم، واذا قل البي 12 بالجسم راح يعطيني فيتامين بي 12 ديفيشنسي ويصيحوا له بيرينيشيوس انيميا. زين هاي شغله يقول لك راح يصير ينقص السيرم بيبسينوجين وين كونسنتريشن. سيرم بيبسينوجين عباره عن هرمون موجود بالدم، هذا الهرمون اللي موجود بالدم يعطيني ريفلكشن انديكيشن للاكتيفيتي مال الميوكوزا اللي موجوده بالاستومك، فهذا ذا نقص يعني شنو؟ يعني صاير اتروفي بالميوكوزا، واحنا قلنا هاي الميوكوزا راح يصير بيها اوتو اميون اتروفي. تمام انتو اندوكراين سيل هايبوبريجي. شوف الغاسترين وظيفته شنو؟ غاسترين وظيفته انكريز الاتش سي ال سيكريشن. تمام فانت هاي الخلايا اللي موجوده، الجلاندات اللي موجوده اللي ينفرز منها الغاسترين اللي بالاستومك، من راح يقل الاتش سي ال نتيجه اكو اوتو اميون، راح تتحفز هاي على مود تطلع غاسترين هواي، وعلى مود شو يصير؟ على مود تطلع اتش سي ال هواي، فهاي راح يصير بيها هايبر بليجيا بالاندوكراين سيلز اللي تفرز غاسترين، هايبر بليجيا راح يصير بيها. تمام، على مود يصير غاسترين هواي، فبالتالي راح يصير هايبر غاسترينيميا. فاول ما بدينا قلت لك راح يصير هايبر غاسترينيميا، وقلت لك هسه راح اشرحها، هاي السبب من ليش يحصل HCL ناقص
نتيجه انه اكو اوتوميون ديزيز، فكمبنسيت ميكانيزم يصير اندوكراين سيل هايبر بليجي على مود تفرز جاسترين هواي على مود يرجع الاسيال للنورمال، فيصير هايبر جاستريم يعني هو الشغله كرونيك. تمام تمام. ايش نجي بعد؟ نجي للباثوجينيسيس، انه يابا الاوتو اميون اتروفيك جاسترايتس از اسوشيتد وذ، يعني ها نفس اللي شرحته، انه شلون بيشنت عند اوتو اميون كرونيك جاسترايتس شلون راح يصير عنده الالسر. تمام. او شلون راح البيشنت يشكيله من اعراض الالسر، شلون انه يقول لك يابا لوز اوف بارايتال سيل واللي مسؤوله عن السكريشن مال الجاستريك اسيد والانترنسيك فاكتور، هاي راح انتي بودي ضدها. تمام. هاي انتي بودي تيجي ضد هاي البارايتال سيل، فبارايتال سيل ماكو لا اتش سي ال ولا انترنسيك فاكتور. هاي اول شغله. ذا ابسنس اوف اسيد يعني الاتش سي ال اللي ستيمولييت الجاسترين ريليز. تمام. resulting in hypergastrinemia and hyperplasia on gastrin producing G cell اللي نفس ما قلت لك صار hyperplasia بيها. يقول لك الجاسترين يحفز لل HCL release، فإذا ماكو HCL نتيجة autoimmune مو مشكلة ثانية، فراح يظل متحفز هذا الجاسترين ويعطينا hypergastrinemia وhyperplasia بالجلاند اللي طلع جاسترين. اوكي اوكي. الانترنسيك فاكتور اللي وظيفته انه شنو هو الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، الفيتامين بي 12 ابزوربشن، فراح من يقل نتيجه انه هاجمنا البارايتال سير اللي كونه، فراح يقل البي 12 بيعطيني بيرنيشس انيميا اللي هو نوع من الميجا بلاستيك انيميا. ميجا بلاستيك يعني كريات الدم تكون ضخمه وكبيره وقليله بالعدد. ضخمه وكبيره ليش؟ لان ما راح يصير بها ديفيجن، لان اكو بي 12 ديفيشنسي، لان بي 12 ضروري لعمليه الديفيجن مال السيلز. الباثوجينيسيس يعني قاعد نكمله، يقول لك انه الفكره ليش يعني شلون يصير هجوم للبارايتال سيل، شلون راح تتهاجم البارايتال سيل. البارايتال سيل راح تتهاجم عن طريق انه سي دي 4 بوزيتيف سيل اللي هي التي هيلبر راح تكون دايركتد اجينست البارايتال سيل كومبوننت. من ان البارايتال سيل كومبوننت اللي هو الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز بامب، هيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز بامب والانترنسيك فاكتور اللي موجود داخل البارايتال سيل راح يجي ضدهن انتي بودي، يعني التي سيل تجي تطلع انتي بودي ضدهن، سي دي 4 بوزيتيف تي سيل تطلع انتي بودي تجي تهاجم الاتش، هذا الاتش هذا الصوديوم الهيدروجين وين راح؟ هذا من يجي شو يسوي لي؟ هذا اللي يطلع لي اتش سي ال، هذا يسوي لي وظيفته هذا الاي تي بي ايز يطلع اتش سي اتش لليومن مو وداخل بوتاسيوم للخليه اسمه صوديوم العفو هيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز. هاي انتي بودي راح تجي بالاوتوميون ضده والدمره، فما راح يصير الاتش سي ال باليومن، راح الاتش يقل، من يقل الاتش فما راح يتعد مع السي ال اللي موجود باليومن وتطلع اتش سي ال. تمام تمام. فتجي الانتي بودي ضد هذا الانزيم الاي تي بي ايز ضد هذا البامب، فايش راح يصير؟ راح يصير انه اتش سي ال يقل، كذلك الانتي بودي تجي اجينست الانترنسيك فاكتور، فالانترنسيك فاكتور راح يقل. هاي وين؟ هاي بالبارايتال سيل، قلنا اوتو اميون تجي انتي بودي ضد البارايتال سيل تهاجمني الاي تي بي ايز والانترنسيك فاكتور، فالانترنسيك فاكتور راح يقل باليومن مال الاستومك، فما راح يرتبط مع البي 12 والبي 12 راح يصير بي ديفيشنسي، ما راح يصير بي فولي ابزوربشن. تمام تمام. يقول لك there is no evidence of autoimmune reaction to chief cells، chief cells اللي تطلع لي بيبسينوجين. يقول لك ماكو autoimmune reaction، بس الفكرة شنو؟ انه راح يقل البيبسين نتيجة انه اكو gastric gland destruction لان هو chronic inflammation. تمام تمام. هسه الفيتشر مال الفرق بين H pylori والautoimmune، هسه احنا H pylori نعرفه يا تايب تايب B، autoimmune يا تايب تايب A. الاي ذكرني اتروفي انيميا كذا، لان كلنا راح احتاجين بالشرح هسه هذا المقارنه شلون تذكرون؟ تذكرون انه عباره عن 5s 2 ريليتد، يعني نقطتين واحده متعلقه بالثانيه، واحده انت احفظها انفلاماتوري سيل. 5s شنو؟ احكي على السايت وين يحصل. الاتش بايلوري يحصل بالانترم نعرفه هذا، والبادي يحصل بالاوتو اميون نعرفه. الاسيد الثانيه الاسيد برودكشن. تمام. اسيد برودكشن اس ثانيه، الاسيد برودكشن بالاتش بايلوري راح يكون زايد او شويه ناقص. تمام. لان هو راح يسبب لي بالاتش بايلوري السيمتومز الاسيد، فراح يكون زايد او شويه ناقص.
اوكي، اما هنا راح يكون ديكريز بالاوتو اميون. ليش؟ لان انت بدي هاجمت البارايتال سيل وقللت الاتش سي ال سيكريشن، زين هذا سايت واسيد برودكشن عرفناه. الاس الثالثه سيرولوجي، يعني بالسيرولوجي راح اشوف بالدم انتي بودي اجينست الاتش بايلوري، لان البيشنت عنده كرونيك غاسترايتس من الاتش بايلوري. اما بالسيرولوجي مال اوتو اميون البيشنت او الاوتو اميون راح اشوف انتي بودي اجينست البارايتال سيل كومبوننت من ان الاي تي بي ايز، يعني الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز وانترنسيك فاكتور. سيرولوجي خلصنا. سيكولي يعني كومبليكيشن، ايش راح يحصل كسيكولي؟ راح يحصل بيبتيك ألسر، ادينوكارسينوما يعني كانسر، ولمفوما يعني كرونيك انفلاميشن، ممكن يحصل لمفوما يعني تيومر باللمفويد سيل تي لمفوسايد، بيبتيك ألسر يحصل ألسر ويصير ادينوكارسينوما ممكن لان كرونيك. اما بالاوتو اميون، اوتو اميون مالاتنا امهات الاي يحصل اتروفي ككومبليكيشن، يحصل انيميا واسمها بيرنيشيس انيميا لانه اوتو اميون تذكرون تايب اي اوتو اميون اتروفي انيميا، يحصل ادينوكارسينوما هم وياهن ادينوكارسينوما هم اي، ويحصل كارسينويد تيومر. كارسينويد تيومر انه شنو هذا التيومر يصير بالستومك او بالجي اي تي يطلع لي سيروتونين هواي. هاي ككومبليكيشن كسيكولي من ال اما اوتو اميون ديزيز، اما الاتش بايلوري كرونيك غاسترايتس. اما الاس الاخيره الخامسه اللي هو الاسوشيشن، الاسوشيشن هذا ابو الاتش بايلوري راح اسوشيشن وذا هذول اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس اللي ما عندهم فلوس ما عندهم كذا كل شيء ياكلون واللي عندهم فقر والرورال اريا المناطق الريفيه يعني كل شيء يحشون ذولا تمام. فهذا راح يصير عندهم انفكشن كرونيك انفكشن بالاتش بايلوري وهي الاتش بايلوري سبب له هذول الاعراض. اما الاسوشيشن بالبيشنت ابو الاوتو اميون ديزيز هو اوتو اميون ديزيز مثل ثايرويدايتيس دايابيتس ميليتاس جريفز ديزيز، يعني ان هذا اللي تحفز لي انه يحصل شنو كرونيك غاسترايتس. زين هسه خلصنا الفايف اس كفرق. اما النقط الثنين المتعلقات اللي هو الغاسترين برودكشن، يعني شنو غاسترين؟ يعني هرمون اسمه غاسترين. شنو هرمون غاسترين؟ زايد ناقص بالاتش بايلوري. الهرمون الغاسترين بالاتش بايلوري يكون نورمال او ماركدلي انكريز تمام. اما هنا صار ماركدلي انكريز بالاوتو اميون. ليش الغاسترين هنا ماركدلي انكريز؟ يقول لك لان هاي لان اتش سي ال قال، فالغاسترين يتحفز على مودي يصير هايبر غاسترينيم على مود يرجع الاس سي ال للنورمال. هو ما راح يرجع لان هي الفكره اوتو اميون، فراح يصير ماركت انكريز. زين ليش صار ماركت انكريز؟ متعلقه بالنقطه الثانيه اللي قلت لك تو ريليتد، نقطتين متعلقات 5s تو ريليتد. اذا قاعد اخذ ال5 ريليتد التو ريليتد. اول ريليتد عرفنا الغاسترين، والريليتد الثاني انه يصير النيورو اندوكراين هايبر بليجيا. النيورو اندوكراين هايبر بليجيا، نيورو اندوكراين هايبر بليجيا بالمناطق اللي تفرز غاسترين تمام، نفس ما شرحنا من السابق. اما هذا صاحبنا ابو ال صاحبنا ابو الاتش بايلوري راح القى عنده بوليبس انفلاماتوري بوليبس تمام، هايبر بلاستيك او انفلاماتوري بوليبس، ما القى عنده نيورو اندوكراين هايبر بليجيا، القى عنده هايبر بليجيا بس بالميوكوز. شوفوا هاي البوليبس، هاي البوليبس اللي طالع على اليومن تمام البيشنت ابو الاتش بايلوري. اوكي اوكي هذا الفرق بين الاتش بايلوري والفرق بين اما الانفلاماتوري سيل اللي موجودات قلنا احنا 5s وشرحناهن، اثنين متعلقات واحده بالثانيه مثل الغاسترين ومثل الليجن، والاخيره اللي هو انفلاماتوري سيل. يا انفلاماتوري سيل موجوده نيوتروفيل لان هو كرونيك انفلاميشن ممكن يعطينا اكوت انفلاميشن نفس ما شرحنا، وصب ابيثيليال بلازما سيل موجوده باللامينا بروبريا. اما هذا صاحب ابو الاوتو اميون هي التي لمفوسايت موجود بيها، والماكروفاج لان هو كرونيك، لان تي لمفوسايت هي اصلا المسؤول عن الاوتو اميون فلازم القاها. اوكي اوكي. اما البيبتيك السر، بيبتيك السر خلينا نخليه بارت ثالث لان هو سلايد يعني.